الرابع والستين من مجموعة الأسئلة الاسترشادية. وكمسحة في البداية نعرف أن المطلوب دائما الباور اللي هي القدرة الكهربية بالكيلو وات، والزمن يقاس بالأور، فالطاقة تكون باور كيلو وات أور مضروب في درهم على كيلو وات أور، طبعا بسط مع المقام في النهاية التكلفة تكون بالدرهم. احنا حبينا ان نديروا حل مبتكر للطلاب اللي في الشهادة الثانوية، ودرنا عصف دهني وطلعنا بالموضوع هو ان احنا نخلوا الطلاب يقعمسوا في حوشهم ونديروا لهم البث المباشر لحل الأسئلة الاسترشادية في الشهادة الثانوية. وبالفعل في الأول بدأنا فيه المشروع وواجهتنا هلبة صعوبات وعقبات، وكان صعب بحكم الضوء اللي يهرب وبحكم الأساتذة مش حتلقاهم بحكم الحظر، فواجهتنا هلبة تحديات، لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل قعدنا نحل فيها التحديات بشوية بشوية. واجهتنا حتى مشكلة شوية كيف جانب الإعلامي إنه ما حصلناش انتشار كبير وهكي، لكن مع الوقت بدأ الطلاب يسمعوا به، بدأ الحمد لله حتى الطلاب اللي يخش يشترك يلقى فيه إقبال كويس، يلقى الأساتذة كويسين كلهم الحق يشكروا، فالحمد لله يعني الوضع مستتب وكويس، لكن ما زال نبغى انتشار أكثر، وإن شاء الله يعني تكون هذه نافذة إن إحنا نوصلوا لناس أكثر ويكون انتشار أكثر واستفادة أكثر للناس كلها. تربيع على R مربع الجهد على المقاومة أو I تربيع في R حسب ما هو معطى. في هذه الحالة الباور الوحدة متاعها بالوات فقط، أما في حالة التكلفة فعادة نحول الباور إلى طاقة. إذن التكلفة الكلية، إذن الكيلو وات أور بالنسبة لليوم الواحد المصابيح 2.1 كيلو وات أور، بالنسبة للسخان الكهربائي في اليوم الواحد 13.6. إذن ثلاثة في المية 300 طبعا زائد 2 في 60 120، إذن تساوي 420 وات. نقدر نحولها على طول كيلو وات 0.42 كيلو وات. 56 وثمانية واحد ثمانية وخمسة ثمانية سبعة 56 20 واحد واحد وعشرين. كويس، إذا نقدر نقول إنها تساوي 2.1 يضيء لمدة 8 ساعات يوميا. وفي النهاية يطلب مني عادة التكلفة الإجمالية على اعتبار الكيلو وات 5 ساعات في اليوم، حيكون 5 في 10 = 1،